مرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج عين على الإمارات. في هذه الحلقة نتابع: سوق دبي المالي يرتفع 70% ويحقق أفضل أداء عالمي هذا العام. قطاعا السياحة والتجزئة في دبي يستفيدان من أزمات المنطقة ويجذبان المزيد من المستثمرين. أعلن المصرف الإماراتي المركزي عن الانتهاء من تسجيل البنوك والشركات المالية ضمن نظام الخصم المباشر واستعدادها لدخول المرحلة الأولى من استخدام نظام الإمارات للخصم المباشر ابتداء من 5 أكتوبر 2013. ويتيح النظام الجديد طريقة آمنة لدفع وسداد الأقساط والفواتير المنتظمة للخدمات المختلفة مثل الكهرباء والماء والاتصالات، وهو يشكل الخيار الأمثل لتسديد الدفعات المنتظمة إلكترونيا سواء على شكل مبالغ ثابتة أو متغيرة. ارتفعت القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنهاية يونيو الماضي إلى 595 مليار درهم من 568 مليار درهم بنهاية ديسمبر من العام الماضي، بزيادة نسبتها 4.7% خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي الإماراتي مؤخرا. وسجلت القروض الشخصية لأغراض تجارية حتى نهاية يونيو الماضي ما قدره 189 مليار درهم، مرتفعا بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام الجاري. منحت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية ستاندرد أند بورز التصنيف السيادي لإمارة رأس الخيمة تصنيف A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة لهذا التصنيف، مشيرة إلى أن الإمارة تواجه مسؤوليات إنفاقية محدودة في ظل الهيكل المحدود لمخاطر الإمارات إلى جانب محدودية المخاطر الخارجية. وتوقع التقرير أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لرأس الخيمة إلى نحو 32 مليار و700 مليون درهم في 2015، مرتفعا من 27 مليار ونصف المليار درهم في 2013. أعلنت القرية العالمية عن برنامجها لهذا العام الذي سيكون حافلا بالفعاليات الثقافية المتنوعة والأفكار الجديدة في عالم الترفيه العائلي، وذلك في إطار استعداد إدارة القرية لإطلاق الموسم التشغيلي 18 الذي سوف يبدأ في 5 أكتوبر الجاري، ويستمر لمدة 148 يوما بالتعاون مع 10,000 موظف، ويخدمها أكثر من 17,000 موقف للسيارات. ارتفع عدد التراخيص التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خلال أغسطس 2013 بنسبة 15% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 1148 رخصة بدعم رئيسي من الشركات المسجلة في القطاع السياحي، وتبعها من حيث الارتفاع الرخص المهنية بنسبة 17%. شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تحركا ملموسا في المؤشرات الاقتصادية، خصوصا فيما يتعلق بالقطاع غير النفطي الذي تديه الحكومة جل اهتمامها لدعم اقتصادها والتخلي بشكل تدريجي عن القطاع النفطي في دعم الميزانية سواء منها الاتحادية أو ميزانيات الإمارات المختلفة. أما بالنسبة إلى إمارة دبي التي تعتبر المدينة الاقتصادية في الإمارات، فقد استطاعت أن تتجاوز أثر الأزمة المالية العالمية وأن تكمل قدما نموها الاقتصادي منذ بداية العام 2012. وقد سجلت التراخيص التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي خلال شهر أغسطس الماضي نسبة 15% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2012، لتصل إلى 1148 رخصة. شكلت الرخص السياحية فيها أعلى معدل نمو بنسبة 29% مسجلة 22 رخصة، لتأتي بعدها الرخص المهنية بنسبة 17%. أما فيما يتعلق بالرخص التجارية فقد زادت بنحو 833 رخصة مسجلة نموا بنسبة 15% خلال الفترة نفسها. وبتسليط الضوء على آخر دراسة أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، نلاحظ أن الرخص التجارية قد استحوذت على حصة الأسد بالنسبة إلى عدد المعاملات المنجزة مشكلة ما نسبته 73%، تلتها الرخص المهنية بنسبة 24%، والباقي توزعت على الرخص السياحية والصناعية. كما يتوقع الخبراء تسجيل مزيد من النمو في ظل استمرار دبي في الإنفاق على البنى التحتية بالإمارة ومواكبة التشريعات والقوانين التجارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى الإمارة.
وتحدث المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي محمد شاعل السعدي عن هذه المؤشرات، لافتا في مقابلة مع CNBC عربية أن قطاع التجزئة سجل نموا ملحوظا في عدد التراخيص التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مع دخول علامات تجارية جديدة. بالنسبة للأرقام التحليلية اللي طلعت عندنا ومن خلال الدراسات اللي سويناها عندنا في إدارة الدراسات الخاصة بدار التنمية الاقتصادية، في عندنا معظم الأرقام تشير بأن قطاع التجزئة اللي هو القطاع الرئيسي الموجود عندنا في الإمارة هني منتعش انتعاش ممتاز، ونحاول كذلك نحن في دار التنمية الاقتصادية وكذلك المسؤولين في إمارة دبي هني في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية من ناحية العلامات التجارية وتجارة التجزئة. نعم سيد محمد، كيف تصف نمو عدد التراخيص المصدرة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خلال هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة والتي تخللها الأزمة المالية العالمية، وإلى ماذا تشير؟ حقيقة نحن في سنوات الأزمة اللي هي تقريبا في سنة 2009 أصدرنا تقرير سنوي يشير بأن عدد الرخص التي تم إصدارها في تلك السنة تجاوز تقريبا 19% نمو صافي، وكان الرقم هذا بالنسبة لنا مذهل، يعني في فترة ركود عالمي في عندنا رخص تجارية تصدر عندنا في الإمارة في إمارة دبي هني، كان الرقم هذا كان يحتاج لكثير من التحليل. في تحليلات كثيرة طلعناها، لكن أبرز التحليلات هاي كلها ثقة المستثمر في سوق الإمارة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام، ونحن حاولنا في الفترة هذيك نعزز مكانة الإمارة بحيث أن نطرح أدوات تساعد المستثمرين على التخفيف من أعبائهم. من ضمن الأدوات هذه أصدر صاحب السمو الشيخ محمد في سنة 2010 قرار بإعفاء الشركات المتعثرة من الرسوم، رسوم المخالفات التي تراكمت عليها، وهذا هذه الأداة عملت صدى طيب للمستثمرين، هي مما أدى إلى زيادة ثقتهم وعلمهم بأن حكومة الإمارة حريصة كل الحرص ببقائهم في الإمارة هذه، وعلم الإدارة هني في أن قطاع الأعمال في إمارة دبي هناك قطاع حيوي وهو أحد المحركات الرئيسية لاقتصاد الإمارة. ما هي أكثر القطاعات في دبي نموا خلال هذا العام، وأكثر القطاعات أيضا الداعمة للاقتصاد غير النفطي لدبي؟ وبشكل عام عندنا معظم القطاعات او كل قطاع تقريبا في حققت نتائج ايجابيه بالنسبه لمعدلات الارتفاع، ولكن عندك اكبر قطاعين تقريبا عندنا هو قطاع التجزئه، وكذلك في قطاع التجزئه لوحظ في الفتره الاخيره بدخول بعض العلامات التجاريه اللي ما كانت موجوده عندنا هنا من دول مثلا عندك امريكا الجنوبيه ومن اسيا وكذلك من بعض الدول الاوروبيه اللي موجوده عندنا هنا. القطاع الثاني اللي تأثر بشكل إيجابي عندنا قطاع العقارات أو الأنشطة المتعلقة بقطاع العقارات. افتتح مؤخرا معرض جايتكس في إمارة دبي 2013، والذي من المتوقع أن يستقطب أكثر من 200,000 من محبي الإلكترونيات في دورته الخريفية من خلال عرض لأبرز 120 شركة من شركات البيع بالتجزئة الإقليمية والعلامات التجارية العالمية. للمزيد نتابع هذا التقرير. شهد معرض جايتكس منذ افتتاحه إقبالا ملحوظا من محبي الإلكترونيات الاستهلاكية ومن كافة الفئات العمرية، وقد توقع القائمين على المعرض هذا العام أن تتجاوز أعداد الزوار 200,000 زائر خلال أيام المعرض الثمانية. يتضمن معرض جايتكس شوبري هذا العام أفضل تشكيلة من شركات التجزئة والعلامات التجارية، وهناك الكثير من الأجنحة المخصصة لتجريب الأجهزة، ونقدم عددا أكبر من الصفقات، ونأمل أن يزداد عدد الرابحين لجوائزنا. نتوقع هذا العام قدوم أكثر من 200,000 زائر، كما نتوقع تحطيم رقم المبيعات للعام الماضي والذي تجاوز 237 مليونا، وأنا أنصح الجميع بالقدوم والاستفادة من الصفقات المعروضة، وكلما أسرعوا كان ذلك أفضل. ويعد معرض جايتكس شوبر 2013 من أكبر معارض الإلكترونيات الاستهلاكية بالمنطقة، مقدما للزوار والمتسوقين ما يزيد عن 30,000 من أحدث المنتجات بأفضل الأسعار،
بالإضافة إلى مجموعة ضخمة من العروض المتميزة على حزم مجمعة من المنتجات تعرضها نحو 120 شركة من أبرز شركات البيع بالتجزئة الإقليمية والعلامات التجارية العالمية. كما يحفل المعرض بمجموعة من المسابقات والأنشطة المشوقة التي ينظمها المعرض والعارضون. معرض جايتكس ذو أهمية كبيرة، طبعا معرض جايتكس هو أكبر معرض في الشرق الأوسط للإلكترونيات، في أهمية كبيرة بحيث أنه بيشكل تقريبا 50 أو 60% من مبيعات الربع من هذه السنة فقط خلال جايتكس 8 أيام. كما تعتبر العديد من المتاجر والشركات الإلكترونية أن المعرض هو موسم لها لارتفاع مبيعاتها بشكل مضطرد، والتي تؤثر بشكل إيجابي على أدائها التشغيلي في النصف الثاني من العام الجاري. كما توقع المسؤولون في تلك الشركات أن تنمو مبيعاتهم هذا العام في جيتكس شوبر 2013 بنسبة تتراوح بين 25 و40%، وبأن تحظى الأجهزة الذكية على حصة الأسد من مبيعاتهم، خصوصا مع نسب انتشار استخدام الهواتف الذكية الكبيرة التي سجلتها دولة الإمارات خلال العامين الأخيرين. شهدت مؤشرات أسواق الإمارات المالية تحسنا ملحوظا في 9 أشهر الأولى من العام الجاري، مدعومة بالتغيرات الإيجابية في اقتصاد الإمارات في ظل ترقب المستثمرين لنتائج الشركات في الربع الثالث التي تحدد مسار التداولات خلال الفترة القادمة. التقرير يلقي الضوء على أداء سوقي دبي وأبوظبي في الربع الثالث. حقق المؤشر العام لأسواق الإمارات خلال الأشهر 9 الأولى من العام 2013 حقق أداء متميزا مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012، رغم موجات التصحيح التي وصفت بالقوية نوعا ما على مؤشر دبي المالي بشكل خاص. وقد استطاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أن يرتفع خلال الأشهر 9 الأولى من العام الجاري بنسبة 46%، مضيفا نحو 1212 نقطة إلى رصيده، ليغلق بنهاية جلسة الاثنين عند 3843 نقطة. في حين ارتفع مؤشر دبي الذي احتل الصدارة بين أسواق المال العالمية بنسبة تجاوزت 70% مخترقا حاجز 2760 نقطة، ليكسب بذلك نحو 1140 نقطة منذ مطلع العام الحالي. أداء متميز نتيجة تحسن ثقة المستثمرين في الأسهم والتفاؤل العام باقتصاد الإمارات، وبشكل خاص بعد انتزاع أسواق الإمارات لقب أسواق ناشئة على مؤشر مورغان ستانلي الذي لعب دورا جوهريا في زيادة الإقبال على عمليات التداول التي بلغت نحو 86 مليار سهم في دبي بقيمة إجمالية بلغت 108 مليارات درهم إماراتي ونحو 34 مليارا و400 مليون سهم تم تداولها خلال فترة الأشهر 9 في سوق أبوظبي بقيمة إجمالية بلغت 56 مليارا و400 مليون درهم، مستويات قياسية حققتها المؤشرات رغم تفاوت أداء القطاعات في كلا السوقين، ورغم استحواذ قطاع الاستثمار على الصدارة في كلا السوقين بارتفاع بلغت نسبته 149% في أبوظبي و112% في دبي. رغم ذلك فقد حل قطاع العقارات في المرتبة الثانية في أبوظبي بنسبة ارتفاع لامست 130%، وحل قطاع السلع في المركز الثالث بنسبة نمو تخطت 76% على الرغم من تكبده خسائر بلغت 10% في دبي. وقد صعد قطاع الخدمات في دبي إلى المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع بلغت 98%، ليبقى قطاع التأمين الأقل أداء في كلا السوقين. لازلتم تتابعون عين على الإمارات من CNBC عربية، فيه بعد الفاصل: بنوك الإمارات كيف تمول الشركات الصغيرة والمتوسطة؟